تعليق اخير، والاستاذ حسام تعليق اخير. استاذ عبير اتفضلي. استاذ وائل، واضح ان الاساتذه اللي بيعلموا محترمين مش فاهمين احنا بنقول ايه، الانجل اللي احنا ماسكينه والزاويه اللي احنا ماسكينها. شيري اطلع طلعها من الموضوع، لانها اصلا بنت انا ممكن اجوزها لابني، هي بنت ناس وجميله وفنانه راقيه ومبروك زي ما قال استاذ محمود. القصه مش قصه حتى معز ان هو يتجوز اثنين ولا ثلاثه، لو كان شخص عادي انا ماليش علاقه بيه، لكن احنا بقى مش هنضحك على نفسنا كتير. البيزنس ده لازم يتم تكشفه الان، ومش اسكت على فكره. تيار مدني، تيار ليبرالي، تيار يساري، احنا كلنا مصريين ومش هنقبل ان سوء الدين وسوء الهوى والاستقطاب. ايوه بس انت كده تمارسين التطرف من جانب اخر، تقحمين نفسك في الحياه الشخصيه. فين انت حضرتك جاي بتقول لي لما اكون راجل اتجوز المحجبه؟ اسيبني من اللي مش محجبه. انت جيت عملت الطبيعي اللي البنات اللي الرجال الشباب كلها بتعمله، انها ممكن تتجوز واحده مش محجبه وتبقى منتهى الاخلاق وادب، ممكن تتجوز واحده فنانه وتبقى في منتهى الادب واخلاق. طلعت لنا ليه وقلت لنا غير كده؟ هي دي القضيه، دي العقده، مش العقده ان احنا بننتقد ان هو اتجوز فنانه. لا، وعلى فكره حضرتك تابع السوشيال ميديا، ما حدش جه جنب شيري عادي، بالعكس هم بيشيدوا بشيري عادي. وعلى فكره انا ما علقتش على بسند، على الزوجة الثانية ليها، وشفت ان عادي ان الراجل ده يطلق وعادي انه يتجوز ثاني بنوتة جميلة. وقلت مبروك، انا ما علقتش على ده. بسنت كانت بنت محجبة جميلة وزوجة واضح ان هي جميلة، يطلقها برضو ماليش مشكلة فيها، لكن لما تيجي تعمل فيديوهات كذا فيديو موجه بشكل صريح ان طيب. البنت غير المحجبة فهي ناقصة مش ملتزمة. هي مسلمة، احنا ما نقدرش نكفرها، هو بيجود علينا ان احنا مسلمين، لازلنا مسلمين، لكن الافضل ان الشاب يروح يتجوز المحجبة، ترمزنا بالحجاب، وبعد كده هو عايش حياته بشكل طبيعي. وده طبيعي ان انت تعيش حياتك بشكل طبيعي وتتجوز فنانه او راقصه او تتجوز واتيفر، انت اللي عاوز ايه اعمله، لكن ما تجيش تضحك عليا وتخش في دايره الدين والهوى وتستقطبني دينيا وتغير محور حياتي عشان انا صدقتك وخليتك ايقونتي وخليتك الشيخ بتاعي. انت الشيخ بتاعي، انا ماشيه وراك، وفي الاخر انت بتعمل فلوس. طيب بالنسبة لك دكتور حسام تعليقك الأخير، وأنا قدامي بعض تعليقات لبعض اللي علقوا، يعني اللي عندهم وجهات نظر. يعني قال مشكلتهم إنهم عقدونا في الحياة واستمتعوا هم بالحياة. اتفضل. يعني أنا يعني أعتقد من مجموع ما سمعته، وأعتقد إنه أي مشاهد يتابع هذه الحصة الإعلامية لن يستطيع أن يخرج بخطأ محدد منسوب إلى هذا الداعية. لكن أنا أخشى أن أقول إنه معز مسعود يدفع ثمن صورة نمطية جاهزة لابتعاء الفيديو، وبالتالي يتم إسقاط هذه الصورة آليا وتلقائيا على أي داعية جديد سيأتي في الطريق. وأخشى من مسألة أخرى، تحول أو تنامي المزاج اليميني المتزمت عموما في مصر، وللأسف أن هذا يطال بعض دوائر أيديولوجية كنا نظنها بعيدة عن هذا. أنا يعني ضميمة لمثل حضرتك، يعني في زيجة مشهورة جدا في الوسط، وهي زيجة أحد المسؤولين شيوخ الطريقة الحامدية الشاذلية إبراهيم سلام الراضي، الرجل أبدى إعجابه بالفنانة الكبيرة مديحة يسري، وحصل بينهما زيجة وكانت مضرب الأمثال في الاستقرار والسعادة. وبالمناسبة أنا أتيح لي أن ألتقي بالإعلام الكبير الراحل أحمد فراج قبل رحيله بأشهر، وكان في حلقه غصة من حملة هجوم مماثلة قبل سنوات أو عقود لنفس الأسباب الواهية أو المفتعلة. ينبغي هنا أن نقيس الأمور بميزان عادي. إذا كانت داعية متسقا مع نفسي ومحبا للحياة ينبغي أن نشجع هذا الأمر، ولنراجع الحصص الدعوية والإعلامية للرجل، فإذا وجدنا فيها ما يدعو إلى التزمت أو التطرف أو الانخلاع من الحالة الوسطية فليكن لنا ذريعة عندئذ لنقده. لكن أنا راجعت الحصص الدعوية للرجل على العكس. أنا بشكرك يا دكتور حسام، بشكركم جميعا.